أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الصحابي الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرضى عن امرأة. حديث حذيفة لعله. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة بأن يرضى عن امرأة كبيرة، يقول السائل. نعم، هذه قصة سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة. فالقصة أن هذا المولى يعني العتيق كان يدخل في بيت أبي حذيفة وفيه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، فتحرج أصحاب البيت من ذلك، تحرج أصحاب البيت من ذلك، فسألت سهيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أرضعيه، أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فصار محرما لها ويدخل عليها وزال الحرج. قالوا هذه فتوى خاصة لا عموم لها، قضية عين، ولا يصح الراعي الكبير. أما هذه القضية فهي خاصة لحالة خاصة ولا يقاس عليها ولا عموم لها، لأن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، لمن لا يأكل الطعام. قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فلا يحرم الرضاع إلا إذا كان الطفل يتغذى به بدلا عن الطعام. فأما إذا كان بعد الفطام واستغنائه بالطعام فإنه لا يحرم، هذا ما عليه جماهير أهل العلم. وأما قضية سالم مولى أبي حذيفة فهي خاصة لا عموم لها. نعم.